في نقطة مهمة قوي لتقوية السيستم ويعني دايما كانت موجودة وهي فكرة المناقشة المجتمعية. يعني أنا ليه كحكومة قبل ما أخد قرار زي ده ما أقعدش مع المحامين والأطباء والمهندسين والمهنيين وأجري نقاش مجتمعي وأعرف ما أخذهم، أعرف الإيجابيات والسلبيات من وجهة نظرهم، بدل ما أصطدم بيهم بالشكل ده وينزلوا الشارع يهتفوا ويقولوا تسقط الجباية وقوانين الجباية. فين المناقشة المجتمعية لحاجة زي كده؟ والله هي مش مناقشة اجتماعية، هو السمع لصوت الفئات المهنية في مواضيع زي كده ضروري وواجب، وده مش عيب، يعني ده مش عيب. ما يعني احنا لما كنا واقفين عشان الموضوع ده احنا بنطالب بشيء قانون داخل البلد يتعدل الكلام ده او عضو شوفوا يتعمل ازاي، لكن بالطريقة دي كده فاحنا بنخاطب فخامة رئيس ينبه على هؤلاء الناس. انت بتقول لهم رئيس بيقول لهم سهلوا على الناس، سهلوا على الناس، ولا انتوا اللي باين من هذا الموضوع؟ طب ولو تبين ان دي وجهة نظره وهو ما استجابش ولا حاجة الكلام ده هتعملوا ايه؟ لا انا ما اعرفش بقى انا مش لوحدي يعني انا ما يعني اي ما دلوقتي يا دكتور اسامه اي حد له مطلب، اي حد له مطلب او له موضوع بيخاطب فخامه رئيس بنفسه. ايوه يعني كانه هو اللي قدام المواطن، الباقي ده كله ما حدش بيسمع ولا حد بيتكلم ولا ليه دعوه. يعني انت تكلمه في اي حاجه هو يعني انا سمعت النهارده او قريت يعني ان هتطبق طب ده كان في مفيش كده، مفيش تعامل كده ابدا. يعني الناس هو برضه هو مصدر نفسه لكل حاجه يا استاذ محمود، يعني هو مش مفوض اي حد يقول اي حاجه ولا يرد على حد. يعني لا مش ما يا اخي اقول لحضرتك حاجه، اللي يقول ان هو ناقش فخامه رئيس في حاجه، فخامه رئيس صمم على رايه، طب ما يطلع يقول لنا ويضحي بتاعه ويطلع بطل بعد كده. يعني اخبار حضرتك، لا انا 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 اتناقشت مع فخامه الرئيس وقلت له موضوع 1 2 3 4 وفخامه مصر على رايه، هو انا بعتذر عن مكاني خلاص. نعم. كتر خيرك يا سيدي، بس فين الكلام ده؟ انتبه بالتاكيد القضيه دي معاك. اشكرك شكرا جزيلا محمود عطيه المحامي المصري، كنت ضيفي عبر سكايب.